آه، ما أجمل الطبيعة والناس يمشون. أوه، الدفاع المدني. طبعا ما أدري، يعني ما في حد يمشي، بس ما في إلا سيارات. المهم، ليتس جو. هلا والله شباب، اخباركم؟ مساكم طيب، معكم اخوكم سلمان. شو اسمه على طول هذه البداية. توني راجع من دي، يعني ترى انا الحين برا، هذا رايد بارك، هذا الشوارع. فقلت بطلع اروح اشتري كم حاجة. طبعا اشتريت لي كورة الدوري الاسباني، يعني متحمس مرة معها. ما ادري اذا شفتوه ولا لا. وشريت شوت يعني عشان اروح العب هنا، يعني انا واخوي وابوي كذا، يعني زي تكون طلعه عائليه. ايه، بس هذا هي اللي عندي. ما اقدر اقول، ما ادري ايش اقول يعني، بس انه قبل شوي كنت بالحالي انا كنت طالع وزحمه، يعني بزود، يعني ما يمديك تمر. فقلت ان شاء الله اني ما اتاخر، يعني يجي الليل وما يمديني اسوي فلوج. المهم، هذا فلوج بسيط. اوكي، هذه جاتها شو اسمه، ما ادري شو ذاك المرض، بس المهم جاها شيء وما ادري شو. احس اني قوي، ما ادري ليش، لاني قاعد اسوي فلوج الناس تتفرجون، يقولوا شو ذا المريض يتكلم جواله. انا محط سماعات يعني عشان اموه بهم. غير كذا احس بقوة، يعني الشعور هو لازم تعود عليه، لانك يعني انا الحين مكاني في لندن، يعني ام الزحمة. وش ام يعني ام الزحمة، يعني فكل الناس يطالعونك. الحين انا استغلت وضعي، يعني ما في شيء، ما في يعني ناس كثار، فقلت خلني اصور كذا مدام ما في احد. وبرضه وش الشيء الثاني، انه هنا الحين عندنا في لندن خليجيين كثار، ما ادري اذا تسمعوني، ان شاء الله انكم تسمعوني، اذا ما سمعتوني بروح فيها ان شاء الله، يعني ان شاء الله اقول هنا، يعني المشكله في خليجيين كثار. ما عندك يعني تمشي تسوي فلوج بالعربي واخر شيء كذا يقفطون، يقولون وش في ذا يكلم ناس كثار مع بعض، ما ادري يعني شيء غبي. ايوه، هم في زحمه قدامي، خلوني اعديها وارجع لكم ان شاء الله بسلامه. يلا شباب، اشوفكم ليتر. اوكي، ام باك. اوه، زين زايد. انا الحين في المنطقة اللي قلت لكم عنها، القريبة من بيتي. هذا يعني خلاص انا راجع لبيتي. اوه، شمس، دقيقة شمس. اوكي، عشان شو اسمه يجي الشعاع، ما ادري شو اسمه، الزبدة انها شمس. غير كذا، دقيقة انا بعد يعني عشان وجهي كذا مبسطك بشمس. غير كذا هذا المكان اللي اقول لكم بعاقب نفسي فيه اني اسوي فيه فلوج، لان اشوف الناس يعني كثار. قلت لي واحد تقول شيء ذا يكلم جواله، تحسبني اكلم سيريا او شيء زي كذا. غير كذا، يا الله لازم اسيطر على نفسي. اوه، هذا المكان كله مطاعم، ومطاعم كذا يعني مفتوحه، يعني اكيد مفتوحه، قصدي يعني الناس يشوفون وكل عرب يشوفون يقولون. المهم، ترى ما عندي سالفه انا، بس كذا حبيت افتح واسوي فلوج. غير كذا شباب، ترى انا بروح البيت الحين، يعني خلاص وصلت البيت. هذا اتوقع باقي، ما ادري والله، ما درست اتكلم. اوكي، كات شباب، بشوفكم بعدين.
اتمنى عجبكم هذا الفلوج، كان فلوج بسيط يعني صورتها خلال الاسبوع هذا كله، وان شاء الله الفلوج الجاي يكون احسن من كذا. اتمنى ما تنسون تسوون هذه ايه. وكان معكم اخوكم سلمان، و مع السلامة. اوه اتمنى شباب، اتمنى تكتبون في الكومنتس تحت مفاجأة، يعني مو مفاجأة، ابغى الاخوي الصغير اسمه نواف، يعني اكتبوا اي كومنت بس لازم انه تكون يعني اسم نواف في الكومنت هذا. اتمنى شباب تسوون هذا الشيء، ما ادري نواف ابو راس، نواف اللي في راسكم مكتوب، بس اتمنى يكون شيء محترم. كان معكم اخوكم سمان again، مع السلامة.